لم يكن يعلم عبد الله سعيد وعشرات من المرضى أنهم سيخضعون للعلاج في هذا المركز بصورة مجانية، وذلك خلال الحملة العلاجية لمرضى القلب التي انطلقت بوادي حضرموت وتستمر لمدة 5 أيام. حلم يقول بعض هؤلاء أنه طال انتظاره، لكنه تحقق وأصبح واقعا ملموسا مع افتتاح مؤسسة أمراض القلب ومركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب هنا في مدينة سيئون. إن شاء الله هذا المركز يكون فاتح خير على أهل البلاد هنا، وإن شاء الله يستمر وقريب علينا، ولا عند معش داعي للسفر كله ولا مكان. ونشكرهم شكر يزيل، ونشكر العاملين على هذا المقام، وجزاهم الله خير. حملة علاجية لمرضى القلب من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 500 مريض، حيث يشارك فيها مجموعة من استشاري وجراحي وأطباء القلب، إضافة إلى التعليم الطبي المستمر للكادر الفني من أطباء وممرضين. إلى الآن وصل المرضى في اليوم الأول إلى حوالي 600 مريض مسجلين للمخيم. الحملة ستقدم هناك أشياء كبيرة جدا للمرضى، من التشخيص المجاني والعلاج المجاني، كذلك عبر فاعلي خير تكفلوا بأكثر من 100 عملية قلب تشمل قساطر تشخيصية وقساطر علاجية وعمليات قلب مفتوح. وفقا لإحصائيات مركز نبض الحياة بالمكلا، فإن مرضى القلب بحضرموت الوادي والصحراء يشكلون ما نسبته 35% من المرضى المترددين على مركز القلب في المكلا، وهو الأمر الذي جعل السلطة المحلية ومؤسسة القلب الخيرية تسعى جاهدة لإكمال المشروع في سيئون للتخفيف من معاناة المرضى بالسفر إلى المركز الرئيسي في مدينة المكلا. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مدينة سيئون، حضرموت.